كنت تعرفوا ان عمر الشريف ورشدي اباظه كان بينهم صداقه قويه جدا جدا، لحد ما حصلت حاجه في فيلم بيتنا رجل، واللي خلت بينهم قطيعه لحد ما كل واحد فيهم فارق الحياه. ما تنسوش اللايك والاشتراك وخليكم معايا للاخر. ويلا بينا. الاثنين عملوا مع بعض افلام كتيره جدا وكانت افلام مهمه جدا. عمر السينما المصريه ما تقدر تنسى هذه الافلام وهذه المشاركات بين الاثنين، بين رشدي اباظه وبين عمر الشريف. يعني مثلا زي فيلم لا انام واللي كان عام 1957، وما ننساش فيلم صراع في النيل واللي كان عام 1959. ونيجي بقى للمشكلة الكبيرة وفيلم في بيتنا رجل وكان انتاج عام 1961. لحد هنا والامور ماشية تمام كما ينبغي، لحد ما يجي المخرج العالمي الامريكي ديفيد لين، واللي كان عايز بطل لفيلمه لورانس العرب. واما جه مصر رشحوله رشدي اباظة. رشدي اباظة كان في الوقت ده بيتكلم 5 لغات وكان دونجوان وكان مشهور جدا. يقوم ديفيد لين يبعت مرسال من عنده، لكن المرسال يوصل المعلومات لرشدي اباظة بشكل غير صحيح، والطريقة نفسها عصبت رشدي اباظة جدا. المرسال جه قال له ان احنا عايزين شخصية عربية عشان تمثل دور البطولة في فيلم لورانس العرب. المخرج مرشحك للدور ده لكن عايز منك تيجي تعمل تيست كاميرا. قال له ايه، رشدي اباظة يجي يعمل تيست كاميرا؟ لا لا لا، هقولك على حاجة، في فيلم اسمه في بيتنا رجل بيتعرض دلوقتي في السينمات، قول للمخرج يروح يشوف رشدي اباظة بيمثل ازاي وبعد كده يبقى يرد عليا. المخرج لما رجع له المرسال بالكلام دوت راح فعلا السينما واتفرج على فيلم في بيتنا رجل. وهو بيتفرج بعد ما شاف رشدي اباظة التفت جدا وانجذب لعمر الشريف وطريقته وأداؤه وملامحه. ولما المخرج اعجب باداء عمر الشريف وبالكاريزما بتاعته طلب ان هو يقابله. بالفعل حصلت مقابله ما بين عمر الشريف وديفيد لين، وبعدها عرف ان عمر الشريف بيتكلم الانجليزيه بطريقه كويسه جدا وكمان عنده لغات كتيره جدا. قال له خلاص يبقى انت اللي هتمثل دور لورانس العرب. ومن هنا عرف رشدي اباظه ان الدور راح لعمر الشريف، وافتكر ان رشدي اباظه خد منه الدور، لكن ما يعرفش التفاصيل بتاعه المخرج. ومن هنا بدأت الغيرة الشديدة وزعل رشدي أباظة من عمر الشريف، والقطيعة استمرت فترة طويلة جدا، بل إنها كمان ما اتحلتش. وبيحكي أحمد رمزي إنه حاول يعمل المستحيل عشان يرجع الثنائي دول لبعضهم، لكن مفيش فايدة، كل محاولاته كل مرة كانت بتفشل. بس برضو مش هي دي الحقيقة الكاملة، في وجه تاني او في رأي تاني بيقول ان في مرة وهم بيلعبوا بلياردو كانوا الاتنين اصحاب جدا وبحضور احمد رمزي، ورشدي اباظة بيقول لهم انا عندي فيلم مع الفنانة الفلانية، وطبعا ما قدروش يقولوا اسمها عشان احتراما ليها. راح عمر الشريف قال له هتعمل فيلم مع الفنانة دي؟ لا ده الفيلم ده هيبقى زبالة وهيفشل، يعني هيفشل. رشدي اباظة سمع الكلام ده وقاطع عمر الشريف مدى الحياة. اما على اللقاء مع عمر الشريف وبيسألوه بيقولوا له ليه سر القطيعة بينك وبين رشدي اباظة؟ كنت بتغير منه عشان هو كان وسيم؟ قال لا لا، انا كنت بحبه جدا، ده حتى عملوا استطلاع للرأي مين اجمل فنان في الوقت ده، وكل الجمهور قال رشدي اباظة. وبعد الموضوع ده بحوالي كام سنة سألوا رشدي اباظة وقالوا له هل القطيعة بينك وبين عمر الشريف بسبب غيرتك يا أستاذ رشدي من وصول عمر الشريف للعالمية؟ رد رشدي اباظة وقال انا مؤمن بالقدر وبالاسم والنصيب، ومؤمن ان هو كان لازم يوصل للعالمية عشان ربنا عايز كده، ومؤمن كمان ان انا اتحرمت من العالمية عشان ربنا برضه عايز كده. يا ترى تقطعوا ليه؟ دي كانت الحاجة اللي كل الناس عمالة تختلف عليها ما بين رأي ورأي آخر، لكن الحقيقة الوحيدة انهم اتقطعوا فعلا لحد آخر لحظة في عمر الاتنين. اما بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا فقولولي ايه اقرب سبب ممكن يكون خلى القطيعة دي بين الاتنين الفترة الطويلة دي، وايه السبب الارجح اللي بترجحوه معايا. ما تنسوش اللايك والاشتراك، بحب رأيكم في التعليقات جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.